باش قررنا أرزلنا قرار بتسويقه وما أمناش باش نسوقوه. ما باش نقول لك شنو الأسباب اللي خلاتنا نقوموا بالقرار هذا. احنا كبلدية مهدية من بين النقاط السوداء الموجودة في البلدية هي السوق المركزية للخضر والغلال وللسمك. علاش؟ في برشا اولا سوء تنظيم، ثانيا غياب النظافة، حتى حاولنا جبنا مستلزم باش ننظف كل الماء العراقيل برشا وعدم معناها سوء التنظيم بتاعه خلانا ما نجموش ننظفوه على احسن ما يرام. وكذلك انه النصابة معناها مع كل معناها فيهم نسبة كبيرة ما همش مخلصين النصابات نتاعهم منذ سنوات. بالنسبة لنا قررنا باش اولا فعلا حاولنا عدة محاولات باش ننظموا باش ننظفوا كما قلت لك، مي المحاولات نتاعنا كل مشات السودان. نقول المشكلة معناها ظهرت وبرزت برشا برشا في الكوفيد 19. انت تعرف انه بريسك الاسواق هي الملاذ الوحيد اللي مشالها معناها ارتدوهم المواطنين، وحتى الاذاعات وحتى الصورة المحلية والجهوية والمواطنين كل مستائين من حالة السوق المركزية، لانه فيها اكتظاظ كبير وفيها سوء تنظيم وفيها روائح فيها ما يجري فيها معناها الحقيقة معناها الوضعية ياسر كارثية. واحنا خممنا حتى عملنا ايميتيود اللي هي نتاع تهيئة السوق المركزية اللي هي توضع 460 ألف دينار، لكن ما نجمناش نقوموا بالتهيئة هذه وارتأينا أن نقوموا حتى بتهيئة صغيرة اللي هي تخلي أنه نحدوا من الظاهرة هذه. للأسف ما نجمناش، وزيد كورونا هي معناها الأسباب التداعيات نتاع الكوفيد 19 معناها ما خلتناش ومش باش تخلينا نقوموا بحي حتى إجراء. كيف جلسنا في المجلس شفنا أنه إذا كان معناها يقع استخدام السوق و معناها مع تحضير كل شروط معناها مدققة لمهام المستلزم هذا باش نحاولوا كيفاش ان تقوموا معناها نأمنوا التنظيف وكذلك الاستخلاص. القرار هذا قمنا به وبعد ثم تداعيات صارت ثم السادة المصابة سمعوا بالقرار هذا عبروا على الاستياء نتاعهم. يا اخي قمنا باستدعائهم وجاءوا للبلديه وحضروا حضر معهم سيد كتب عام، حضر معهم رئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه واعضاء من المجلس البلدي واعضاء اللجنه، وحكيوا معهم على اساس انه كل واحد اعطيه رايه على اساس بشاعه يقع عرض البروبوزيشن تاعهم معناها لي بروبوزيسيون تاعهم ولا طلباتهم على المجلس مره اخرى باش يبث فيه. ما راني اني نهار الجمعه قمت الدار مع الاربعه والاربعه قالوا لي راهو فما ان ريونيون في البلديه. ان ريونيون لان ما عنديش فكره عليها، ما فماش حتى مسؤول اداري يعلم به. جاو باش يجتمعوا في قاعه البلديه باش يكونوا باش يكونوا سنديكا في لهم هما. بالنسبة لنا احنا كبلدية ما عندناش حتى علاقة بتكوين النقابات ومانيش نعملناش التجار العامل في سوق البلدية المهدية. نكمل على كلامك، نقابة للتجار اللي عاملين في سوق البلدية المهدية. اي معناها مش يعملوا نقابة ليهم هما، ودي حاجة خارقة العادة بالنسبة لنا معناها ليهم ولينا احنا ولي عنا انجازين ولي نعرفوا شكون نحكيو معاه وكل شيء، مي ما فماش حتى صيغة إدارية صحيحة معناها توخوها. بالنسبة لي أنا ما عنديش فكرة، موجودة في الدار 17 يقولوا لي إجا وقالوا لي نحبوا نحكيو معاك.
بي هوني حبيت نعرف انا نعم القرار نحب نعرف القرار النهائي باش يتم تسويق سوق البلدي والا لا. وبالنسبه والله مدام كانت ماني عارفه اللي حبيت نعرفه وكيف كيف زيد انت حكيت لي قبيله شويه على الديون المتخلده بالذمه بالنسبه للتجار هذوما تم جدولتها لقيتوا فيها حلول او لا لانه أي احنا اي امس بعد خاطر وهي راهو التداعيات نتاع عدم قبولهم مش هما يعملوا لسنديكات البلدية وكانت ياسر خطيرة وكانت خلتهم هما يوقفوا عن العمل وكل ألورك السباة معناها بالنسبة لنا احنا منزلنا ما عرضناش الموضوع متاحهم على المجلس مرة اخرى باش ندرسوا شنو هما المطالب متاحهم اسكو سي بوسيب الدولار يالزي ولا لا. بالنسبة لجدولة الديون امس تفهمنا باش تقوموا بجدولة الديون على ان يقع خلاصها قبل موفى 2020 وكذلك باش يقوموا هما معناها هما حس معناها بالنسبه ليا اني كانت جلسه ياسر ناجحه لانه هما عبروا على حسن استعدادهم على حسهم بالانتماء للسوق على انهم خايفين على السوق خايفين على موردهم العمل نتاعهم. نعم. هما قرابه 56 نصبه تقريبا هما 68 نصبه بحاره و 23 نصبة خضر وغلاء. يعني فما عدد كبير من الأشخاص اللي تقطيت من السوق البلدي. نعم نسمع منيح مدام راه. نأكد في كلامي قلت لك فما برشا ناس تقطيت من السوق البلدي دونك هذيك خدمتهم وانت كنت تقولي من حقهم وانهم يدافعوا عليها. نحب نخرج معك بالقرار النهائي للبلديه اللي هو من المفروض مش باش تتم تراجعتوا على خصصة السوق البلدي. لا 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 هو لا لا مش من القرار مش يقع سيء وقع الغاء امس لانه معناها كما قلت لك عبروا على الاستعداد هم باش يقوموا بتنظيم سوقهم هم باش يقوموا بتنظيم سوقهم خلاص الماليه الكل متخلده بالذم. نعم وخلاص كل المستحقات المتخلده بالذم وحتى فما شكون اقترح انه ولا عنده برشا ديون يعاونوه وكل يعطيهم الصحة إنما احنا راهو الهدف نتاعنا مش استلزام السوق راهو وموش هو زاد كيف كيف استخلاص المعلمين على خاطر ولو حتى البلديات الكل وبلدية المهدية خاصة معناها في ذائقة مالية ما تتصورش بل كيفاش على خاطر تونس الكل في ذائقة مالية تونس الكل معناها لكن والله الحاجة الأوبجيكتيف الأولاني ولا لا ريزون الأولى إنه السوق في الصيف تخيل في بالك انت الناس تدخل السوق معناها انا يبداو شادين لي بونطالون نتاعهم باش ما يمسوش الماء عندكم الحق انه منظر وريحه والمشكلة هذه الحقيقة موجودة في برشا أسواق في تونس مشكلة في المهدية الحلول توجدت هذه اللي احنا الخبر نجم نسوقوه للناس اللي تسمع فينا ومعنيين بالأمر هذه خاصة في مهدية ونتمنى وأنه بالحق تم جدول تدوين هذه ويتم خلاصها والسوق تكون في ظروف إن شاء الله إن شاء الله احنا عنا ثقة فيهم وهما زي كيف كيف زيهم يعطيونا ثقة في انه احنا راهو ما نمشي ماهيش حكاية انه لي ذراع والا ينزلنا نستلزموا لا ماهوش احنا الاوبجيكتيف نتاعنا انه السوق نتاعنا يولي في احلى معناها صوره انه الناس تبدا راضيه انه المواطن يبدا راضي المستهلك يبدا راضي نعطيوه معناها انتاج والا نعطيوه حوت اللي هي في احسن الظروف وفي احسن الكاليتي معناها بالتوفيق ليكم يعطيك صحه شكرا لك على توضيحات رئيس بلديه المهديه سيدة فيزة أبو بكر تقولنا وأنه مش باش تتم خصصة السوق البلدي بالمهدية التجار اللي عاملين في السوق هذا كانوا احتاجوا ولقاوا الحلول الممكنة باش يخلصوا الديون المتخلدة بالذمة بالنسبة ليهم وهما اللي باش يقوموا بتهيئة السوق بعد المهدية. من بعد شوية نمشيوا لسيدي بوزيد خليكم معنا في 24 ساعة في تونس.